السلام عليكم مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن المجد والخلود لشهدائنا الابرار ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا في قناه شوبي دي زيد. اليوم الحصه تاعنا والاتحاديه الجزائريه لكره القدم تواصل ثورتها تغييراتها الجذريه و يعني ضرب العصابه في العمق عصابه كره القدم في العمق التي كانت كانوا دائرين كانوا حاطين روحهم بان جمهوريه داخل جمهوريه ما يتعارضون عليها كانوا يتحدوا في الدوله يتحدوا في, الـ في الـ يعني ويديروا ترهيب للشعب الجزائري بمعاقبه الجزائر من طرف الفيفا وما على ذلك تواصل الاتحادية الجزائريه لكره القدم ثورتها تغييراتها الداخلية منذ مجيء الرئيس الجديد وليد صادي خلافة لسلفه عبد الوهاب جاهد زويزم وجددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يعني الباب بقيادة رئيسها وليد صادي الثقة في إبراهيم بلياسين وعينته منسق عام للمنتخبات الوطنية حسب ما كشفه موقع يعني وكان ابراهيم بن ياسين قد خلف التقني حاكم مداد في عهد الرئيس السابق خير الدين ستي للعمل كمنسق اداري للمنتخب الوطني الجزائري ويعد ان قرار الهيئه الفاب في شهر سبتمبر يعني وين 2019 الغاء منصب المناجر العام للمنتخب الجزائري واستبداله بمنصب منسق اداري نال بن ياسين تسكيته من قبل الناخب الوطني السابق ذاك اللي راح هذاك ويحمل بالياسين شهاده في اختصاص المناجمات يعني والعمل في الوقت السابق كمستشار في الرياضه كما شغل منصب سكرتير للمنتخب الوطني الاولمبي في عهد الرئيس السابق السيد الحاج محمد روراوة ومواصلة للحديث عن تغييرات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قرر الأخير استغناء عن الطاقم الطبي الذي كان يعمل مع المدرب الوطني السابق اللي واكدت يعني المصادر يعني على من ان الاتحاديه الجزائريه للعبه قررت التعاقد مع طاقم طبي جديد للمنتخب الوطني الجزائري يعمل مع المنتخب يعني المنتخب يعني مع المدرب فلاديمير وكان الطاقم الطبي المنتخب الجزائري في عهد الناخب الوطني السابق يتكون من أربع أعضاء يقودهم الدكتور محمد سلطاني وقدمت الهيئة الفاض مؤخرا على التغيير في خلية إعلام بتخليها عن خدمات صالح باي عبود الذي استغل لمدة خمس سنوات مع الاتحادية لتعيين مكانه الصحفي التلفزيون يعني العمومي الجزائري السعيد فلاك شوف كيفاش على هذه نقولوا بلي الناس التغييرات هذو ملاح هذو التغييرات ولا ما كانوش يخدموا مدرب ما كان يخدم الإدارة ما كانت تخدم يعني هذو هذو صوالح كاع ملاح هذه هي مليحة مليحة كيما كان تغيير يعني شوف كاين اللي ولا يضحك على كيسموه على سعيد فلاق يا ودي روت سعيد قاري سعيد فلاق ديال سعيد ديال مع بويول مع ميسي مع انيستا مع تشافي دار معهم هادو دار مع مدربين ودار مع كراي دار مع, مع, مع كراي حادث مع كريب سعيد سعيد فالله اللاك سعيد والله سعيد والله مي كانت مي كانت الناس تكذب يقولوا لكم باللي محرز عنده مشاكل قال لكم ما عنده والو سعيد في اللاك نتوما لا سعيد في كان يكذبكم وعنده وسعيد في هو الاقرب المقربين لرياض محرز هذه باش يكون على بالكم تي تهضر لي تقول لي سعيد في اللاك سعيد في شو بير شوف شوف عدلي يوضح الجزء شي يوضح شي يقولنا انا لي على رفيق قيطان انا ما تحضرليش على واحد ما بغاش يجي يلعب ما لكم ما نساوها ما بغاش يجي يلعب صايك سيبو ها والله نجيب الواحد اللي راه لي راه فرحان جاي فرحان باش يلعب ليكيب ناسيونال كيما قيطان جاي فرحان بس يلعب ليكيب ناسيونال وما نفرحش انا ما نفرحش انا واحد يروح واحد يروح من لا ما نفرحوش انا نعتبرها خساره بصح عاودتي هذا مدرب كبير يا ولدي الجزائر جابت مدرب جابت مدرب بس نخدمو باش نخدمو منتخب يا ولدي خويا ناس هذولا لما يهدروا مدرب ما ينجحش مدرب ما ينجحش يعني نشوفكم غادي نشوفكم شوفكم بعد ستهدروا ليش كل جاي في وقته هو كل شيء يجي في وقته ما شوف ما تقلقوا ما والو تقلق هذا كاع ماشي مليح التقلق هذا جاي جاي عندي ياسين عدلي شو بي راه هضر على ياسين عدلي يا ولي هضروا عليه غير نتوما هضروا عليه نتوما هضروا عليه نتوما هضروا خوتي هادو نتوما مو بسهلة الحمد لله يا ربي عندنا متخبة عندنا واللي يجي مرحبا بها عندنا لاعبين واللي مرحبا به انا انا الحاجه أنا نقولها لكم الحاجه اللي نحوس عليها هيا اللي نحوس عليها انايا هيا اللي نحوس عليه نحوس على اللاكس لا ديفونس واه في اللاكس في اللاكس واه خويا صح ديفونسيف ولا يا ودي راه عندنا خير ربي يا ودي راه عندنا خير ربي خويا انا نقول لكم خلاص ما عندنا عليه جيت تشوف ضربك بلي عندك منتخب وبصح ما كاش شو اوكي اوكي تقول عن الصحفي اللي مد مد المصحف هو او مبادره شابه تستحق التسجيح هذيك مباراه مبادره التي قام بها الاخ عيادي يعني العالمي باهدائه مصحف لفلاديمير حتى وان كان لم يكن مسلم الا ان الهديه في حد ذاتها رساله لابواق العبوديه والتقديس باننا يعني نعبد الله وليس البشر هذه يا خويا حيا شابه دار هذه انا نقولها لكم حسبنا سهلة ما سهلة اخويا ندير حاج بينا على غادي نقول لكم يا ودي خلي ال... خليها حابسه في بلاصتها يا اخويا خليها حابسه في بلاصتها لي انا على اللي تهدر لي على عدلي ولا المهم, ناس يتخدم المهم ناس... الناس يخدم خويا المهم الناس الناس هي تخدم صادي جاي يخدم ما باش يرقد ولا جاي حاجيكم في القنوات ما غاديش يبان في القنوات قليل قليل بالكم هذه اللي نقولها لكم عليها تربحوا ما تنساوش اطونا جيم كومونتير وبارطاجولنا لي فيديو وان شاء الله دائما معكم بجديد اللي يمشي ابوني ابوني معنا وان شاء الله ربي يكون معكم ومعنا ان شاء الله